قاسي كثير يا استاذ، ما بننشر الا روايات مترجمه، بقى اذا عندك شيء مترجم اهلا وسهلا فيك. مع الاسف يا استاذ انا ما عدت نشرت روايات محليه من زمن طويل، بس اذا عندك روايات مترجمه من التركي او الروسي او الفرنسي او الانجليزي انا مستعد انشرهم فورا بدون اي تحفظ. شو هالحكي؟ يعني ولا دار نشر قبلك تنشر لك الرواية؟ تعدميهم يا سميرة، ولا دار قبلك، ومو بس هيك، حتى قراية ما حدا تنازل يقرا، ما حدا قال لي شو في معها. بقى معقولة يا سميرة، معقولة يكون أي كاتب أجنبي له فرصة بالنشر هون أكثر من الكتاب العربي المحليين؟ فعلاً هذول. أنا ما عم بفهم، شو السبب اللي خلى ثقتهم بالكاتب المحلي تنعدم بهي الطريقة؟ والله ما بعرف، شو بيعرفني؟ خلص اسمع بها، معناها ما في غير انك تنشر عن طريق وزارة الثقافة او عن طريق اتحاد الكتاب العرب، هدول قطاع عام والمفروض انهم يشجعوا ويستوعبوا الموضوع. صحيح، بس المشكلة انا مالي عضو بالاتحاد، والنشر عن طريق الوزارة له اجراءات روتينية لها اول ما لاخر، وبصراحة انا مالي مستعد انتظر على قلبي. طيب والعمل؟ ما بعرف يا سميرة، والله ما بعرف، والله شيء بحالي. والمشكلة صار لازمني مصاري وبسرعة كمان. هي معلوم، صار لازمنا مصاري، أكيد بدنا مصاري. بها اجتني فكرة. شو هي؟ هاتي أشوف. هلا هني ما أبدوا لك استعدادهم لنشر أي شيء مترجم؟ بلا، هيك قالوا. خلص، معناها ما في غير إنك تترجم لك كم رواية أجنبية وتنشرهم، ومن حقهم فيك تطبع روايتك على حسابك. بعدين حبيبي ما شاء الله عليك، أنت فتحة باللغة الإنجليزية، وترجمتك كثير سريعة. صحيح، بس هذا بالوقت يا سميرة. شو فكرك يعني الترجمة سهلة؟ الترجمة كتابة ثانية، يعني على الأقل بدي 3 شهور لترجم أي رواية، ولا مفكر فيني الدكتور سامي الدروبي؟ هي لا، هيك عقدتها كثير. وينك سميرة؟ أنا لقيت الحل. طيب شو هو؟ أنا رح أترجم رواية أجنبية، ما في قدامي غير هالحل. شو بنا بها؟ هلا كنا عم نحكي بنفس الموضوع أنت ما قبلت. صحيح، طولي بالك علي، لا تخط في الدباي من راسي معهم، رح أكمل فكرتي. أنا رح أترجم رواية أجنبية سهلة كثير، يعني بيوم زمان بتكون خالصة وعلى 24 ليرة. شو هالرواية العظيمة اللي بتترجم بيوم زمان؟ روايتي جريمة في حارة الباشا. شو عم تحكي أنت؟ شو نسيان إنه روايتك مكتوبة بالعربي؟ لا ما نسيت، كل ما هنالك إني رح أترجم الرواية أول شيء للإنجليزي، وبعدين رح أرجعها للعربي، وهيك بصير اسمها رواية ترجمة. ما فهمت عليك شيء، شو قصدك؟ يعني بصريح العبارة رح أقدم الرواية تبعي على أساس إنها رواية مترجمة وباسم شي كاتب أجنبي من اختراعي، ليكن مثلا روبرت ماكلاو.